سلام ومحبة. سؤال مهم جدا جدا، بتمنى أن أخواتنا المسلمين يدركوا قيمة ومعنى هذا السؤال. هل القرآن رسالة روحية أم دموية وكراهية؟ مهم جدا جدا أن أخواتنا المسلمين فعلا يفكروا في الموضوع ده. أخويا كريم أنت موجود معنا، أهلا وسهلا بك. سلام عليك جناب القسيس ولكل الأخوة والأخوات اللي موجودين معنا، ربي يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلامة. رجعنا أخواني تكبيس على الشاشة ولو عددنا قليل، خلونا نكبس كلنا مستمرين مع بعض لما الأخوة أيضا ينضمون إلى الآخرين. دعوة الأخوة الآخرين أيضا من غوائمكم هذه مهم جدا. في خاصية جديدة بالتيك توك، إذا ضغطت على صورة الإعلان اللي موجودة ما بين الشريعة والنعمة، ضغطت ضغطة مطولة راح تطلع لك كل الأسماء اللي أنت ضايفهم واللي يتابعونك واللي تتابعهم. تستطيع تبعث لهم الحلقة على كلمة رسالة، اضغط على كلمة رسالة للكل، تستطيع تبعث هذه الحلقة وتشاركها مع الأخوة الآخرين لكي ينضمون إلينا أيضا ويساعدونا بالتكبيس ويسمعون هذه الحلقة لكي يكون عندهم خلفية واضحة ماذا يعلم الإسلام وماذا يوجد في القرآن. الرب يبارك حياتك. شكرا كريم. طيب تحب ناخد ترنيمة من الكنترول روم لغاية ما أخواتنا يشاركوا البث معنا ويعملوا تكبيس، ولا تحب نبدأ على طول؟ أوكي ناخد ترنيمة. خلاص ناخد ترنيمة أخواتنا في الكنترول، معلش هنتعبكم معنا، حطوا لنا ترنيمة من ترنيماتكم الرائعة دايما والرب يبارككم.
حتى من خلال مشاركه البث حتى بعد ما نخلص. اخويا كريم خلينا نبدا بالصلاه، نطلب بركه الرب على اعدادك للحلقه وعلى مجهودك اللي الرب استخدمك فيه، وكمان على اخواتنا اللي بيشوفوا الحلقه سواء موجودين معنا على التيك توك او سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك. الحلقه بتذاع على كل منصات التواصل الاجتماعي، فبنصلي ان تكون فعلا الحلقه سبب بركة وسبب تغيير، والناس يبحثوا عن الرسالة الروحية مش الرسالة الدموية ورسالة الكراهية وخطاب الكراهية. خلينا نقول في الصلاة. أبانا السماء من كل القلب رب، بشكرك من أجل محبتك العظيمة، بشكرك لأنك أنت إلهنا العظيم، أنت إلهنا المحب رب. أحببتنا ونحن بعد خطاط، إذ ونحن بعد خطاط مات المسيح من أجلنا. بشكرك رب لأنك نقلتنا من الظلمة إلى نورك العجيب، و أحييتنا بعد أن كنا أموات بالذنوب والخطايا. أشكرك ربنا من أجل قناة الأرامية، من أجل ربنا كل مجهود خدام قناة الأرامية. بصلي ربنا بصفة خاصة النهاردة من أجل أخويا كريم، أنك تديله نعمة ربنا تمسح كل كلمة بروحك القدوس، عشان يا رب تكون كل كلمة مؤثرة، ليس ربنا بسلطاننا لكن بسلطانك أنت رب. يا رب بصلي من أجل إخواتنا الذين لم يعرفوك رب، انك انت تفتح عيونهم يا ربنا وتعد قلوبهم لسماع صوتك وسماع كلمتك ربنا. بصلي ايضا ربنا من اجل كل التحديات اللي بتواجهها قناه الراميه، بصلي ربنا انك انت بتبعد عنا عدو الخير، تنتهر ابليس لانك انت بالفعل سحقت ربنا وابليس تحت اقدامنا. بصلي كل هذا في اسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، امين امين امين. أخ كريم، موضوع رائع جدا جدا، ولو أنت عايز تعرف أهمية الطريق، أهمية المتكلم، أهمية الكتاب، بتعرف إيه هي الرسالة اللي بيقدمها الكتاب؟ هل الكتاب بيقدم رسالة؟ بيقدم رسالة السلام، رسالة الإطمئنان، بيديك رسالة كمان التأكيد، اللي هو عارفين دلوقتي في الأيام دي يا أخويا كريم، لما تروح تشتري حاجة بتبقى عايز ضمان، حتى ولو ضمان مؤكد. الحقيقة إن الضمان الأكيد والمؤكد مش ضمان لسنة ولا سنتين ولا ثلاثة، لا، ضمان اشتراه الرب يسوع المسيح بدمه، ضمان أبدي. لما أنت بتكون في المسيح فأنت عندك الضمان في الحياة الأبدية. المسيح ما قالش لو دخلت، المسيح أكد إن كل من يؤمن به له الحياة الأبدية، عكس أي ديانة وأي فلسفة. لا يوجد فلسفة ولا ديانة على وجه الأرض أعطت تأكيد الدخول إلى الحياة الأبدية أو السماء إلا الرب يسوع المسيح وحده، اللي هو الطريق والحق والحياة. أخويا كريم، أكيد هنستفيد وهنسمع حاجات رائعة منك النهاردة تحت عنوان هل القرآن رسالة روحية أم دموية وكراهية؟ شكرا لك جناب الغسيس على هذه المقدمة الرائعة. أخواني وأخواتي، رجاء تكبيس معنا على الشاشة، كبس أخواني وأخواتي على الشاشة، شاركونا البث مع الأخوة الآخرين لكي يوصل البث لأكبر عدد ممكن. اللي يستطيع يدعم الصفحات، أيضا في ثلاث صفحات أمامكم، صفحة الأرامية وصفحة لاست ثابت، هذا أيضا بيفيد البث جدا. والتيك توك يعرف أن البث بي تفاعل راح يطلع ترند. وأنا أشكركم جدا مقدما على الدعم والتكبيس والمشاركة. خلونا نشارك الحلقة، خلونا نكبس بداية، لأن في البداية مهم جدا البداية، يعني نستمر بالتكبيس إيدنا وإيد واحدة كلنا حتى الأربع خمس أشخاص، لكي بس نثبت هذه الحلقة، وفيما بعد يعني نستراح شوي شوي بالتكبيس، مهم جدا أخواني وأخوات. بالحقيقة هو هذا السؤال أنا طرحت على نفسي في عام 2013. السؤال لم يكن هكذا، هو السؤال أنا عدلت بشوية لأني ما كنت أعرف الروحيات في ذلك الوقت. كنت مسلم ولكن كنت أبحث في الإسلام وأدرس الإسلام، لأني واجهت مواضيع كثيرة جدا 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 في الدين، فأجبرتني أني أدرس هذا القرآن وتأكد هل أنا على طريق الصحيح ولا لا. كنت أسأل نفسي هل القرآن رسالة سلام ولا رسالة حق؟ هذا هو السؤال اللي كنت أسأله نفسي في ذلك الوقت. عندما أروح للجامع أسأل، ما أسأل طبعا، أقعد يعني أقعد أسمع خطبة الجمعة كنا ننتظرها من جمعة لجمعة. طبعا هو الجامع يكون مفتوح دائما، الصلاة اللي يحب يصلي بالجامع يصلي، واللي يصلي ببيته يصلي، ولكن يوم الجمعة ضروري تروح
تلتقي بالاخوه والاخوات، اخوات ماكو طبعا بس اخوه، الاخوه اللي موجودين، لان الجامع بس للرجال احنا عندنا. فالاخوه اللي موجودين هناك نروح نشوفهم، نسلم عليهم ونسمع الخطب. اول ما نسمع الشيخ بعد يصلي الصلاه، اولا بالصلاه يعني، واحنا نصلي الصلاه اللي هي صلاه الجمعه للعلم، هي بس صلاه الظهر يعني. صلاه الصبح يصلونها بالبيت، صلاه الليل والمغرب والعشاء يصلوا العصر يصلونها بالبيت، هي صلاه العصر وصلاه الظهر يطبقونهن مره واحده ويصلونهن في الجوامع في ايران. في بعض الدول لا، يصلون صلاه الظهر وصلاه العصر في استراحه بيناتهم، احنا ما في استراحه، نصليها مع بعض يعني. بعدين الشيخ يعني ينكتل عبايته ويجهز نفسه ويصعد على المنبر. لو يتكلم في امور سياسيه ويشتم الدول اللي جنبنا. هاي اول نقطه. الدولة الفلانية عندها صواريخ، وفلان عنده قنابل، واحنا لازم نضربهم، وجيشنا لازم يضرب، وهذه كل الخطبة تخلص ساعة ونص على هذا. ولذا ما في حرب مع الدول اللي جيراننا، ما في مشاكل يعني، او الخبار السياسية لم تتكلم بهذا. يروح يطرق القرآن، الرسول قتل اليهود، الرسول طرد النصارى، الرسول عمل هيك، الرسول يعني كنت من 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 هذه الخطب اسمعها اقول هل هذا بالفعل هو بالدين هيك؟ يعني أين أنا أسبوع زمان كامل، 7 أيام ما جيت للمسجد، واليوم جيت عندي أنواع المشاكل اللي في داخلي، ما عندي مشكلة بالشغل مع صاحب الشغل، عندي مشكلة في الحياة الاجتماعية، عندي مشكلة في العائلة، جاي تعبان، هذا المكان المفروض اللي أنا أستراح به ولو ساعة، هذه الساعة اللي أستراح بها المفروض أني أسمع بها رسالة روحية، بيقول لي معلش يعني بالمصري بيقول لك لازم يعني منتظر يطبطب علي، يقول لي معلش الشغل هيك والعمل مش مشكلة والنهار طويل والجو حار، احنا عندنا بإيران الجو حار معلش والأشغال شوية، ولكن الله بيساعدنا ويمدنا، أنا محتاج هيك بس ما ولم تجد. هو علي مبرد مكيف بالجامع ويصعد على المنبر وسيارته واقفة بباب، وإحنا نجي نجي حفات يعني ما عندنا سيارة، نقصد مش حافي مش لابس شبشب، لا حافي ما عندي سيارة، أجي من منطقة لمنطقة أمشي مشي، والشيخ عنده سايق خاص يجيبه ويصعد على المنبر وبيده السبحه طويله، انا ما استخدم السبحه ما زلت يعني، فبيده السبحه طويله ويصعد على المنبر ويبدا بينا الصلاه. اولا قبل هذه نرفع يديك بالصلاه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وبعدين يفسرها الشيخ قال لك معناتها انا عم طلع اليهود والنصارى، يا انا شو اللي دعوه بالناس العالم، انا ما عندي لا مسيحيين بمنطقتي ولا يهود، انا جاي من الشغل، انا عندي مشكله مع صاحب الشغل، شغل مش لاقي، عيش مش لاقي، الايجار البيت غالي علي، الفواتير مش عارف ادفعهم، انا اريد رساله تهديني، انت ما راح تعطيني فلوس اوكي، بس هديني. تجد الماكو، غال الرسول وغال. هذه خلتني ارجع للنص القراني. والسنه اساسا، واحنا عندنا حتى عند الشيعه عندهم سنه، ولكن هي السنه ليست معناتها سنه اهل السنه، السنه يعني الكتب اللي روت عن النبي أو أحاديث أو الكتب الصحيحة 6 عند السنة والأربعة عند الشيعة. لما رجعت لهذه الكتب وقرأت القرآن بنفسه، المشايخ يقولون هذا بالكلام، هل هم يعني ضد الدين أم هو إحنا بيحرضونا لأن إحنا في إيران أو كل الدول هكذا؟ هذه كانت يعني أتساءل بينه وبين نفسي. رجعت للنص القرآني قريته وجدت العجب. فصلت القرآن على 3 أقسام. القسم الأول هو كراهية الآخرين، لازم تحاربهم وتكرههم، بدون لا تعرفهم، بدون لا تعرف السبب، بدون لا تعرف لماذا. لو تسأل لماذا قال لك لأنهم يهود، أوكي ليش يعني؟ قال لك يهود، أوكي يهود، ليش نحارب اليهود؟ قال لك يهود، خلاص هي الإجابة يهود. أنت ليش ما لك دعوة بالليش؟ ليش مع يهود؟ طيب اللي حاربوا النبي، طيب اللي حاربوا النبي خلصت، النبي مات والناس ماتوا، وهم اصلا هاي المنطقه اللي حاربوا بها النبي هم مش موجودين، والنبي حاربهم طبعا بس اوكي مش موجودين الان، دول اجداد 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 اجدادهم، ناس تغيرت، ناس تعلمت، ناس اجت تطور، سافرت المنطقه مش موجودين، بيقول لك لا هم يهود خلاص، دولك جماعه قال لك دولك نصارى يعبدون الصليب، طيب غلط، ما في حد يعبد الصليب، بس معلش يعني اوكي يعبدون الصليب، انا شو اللي دعوه؟ أنا أعبد الله، أنا شو اللي دعوا بيهم؟ قال لك لا ما يصير، أنت لازم معك تشتم. هذه النص
يهدمون الكعبة، الكعبة موجودة في السعودية، وناس وثنيين يقول لك جابوا ألف جمال ألف فيل معهم. أولا الصحراء ما بيها فيل، نقطة الأولى هنا أنت أنسى موضوع الفيل، هنا لا ما يعيش الفيل. نقطة الثانية ألف فيل جابهم أبرهة، هو أبرهة ربى ألف فيل ليه؟ يعني يحلبهم، يعني يعمل بالفيل، يعني يذبح ويبيع لحام. يعني ألف فيل أنت متخيل الفيل وزنه 5 طن، ألف فيل علفهم، منين يجيب لهم علف هذا أبرهة؟ ما عنده شغل وعمل مربي فيله؟ الفيل شو فايدته؟ يعني أبرهة يربي فيل، من واحد اثنين دزينة ثلاثة ألف، قال لك ألف فيل عنده. بين السعودية وبين الحبشة 1600 كيلومتر، يعني الباص لو يمشي هسه باص 10 ساعات 16 ساعة، كمان إذا تمشي 100 كيلومتر بالساعة 16 ساعة تمشي 1600 كيلومتر. هاي المنطقة 1600 كيلومتر هي صحراء، لا بها لا نهر ولا بحر، هذا أغرب طريق 1600 كيلومتر. 1600 كيلومتر فيل يمشي بدون مية، ولا جاب لهم مية أبرهة معه؟ أو ألف فيل كيف الفيل يوميا علميا هسه يوميا يريد له 100 لتر مية، 100 لتر، لأن الفيل أصلا هو من كل جلده يطلع مي، يعرق زيوت به، لازم هو يذب خرطوم مية ويسبح بالمية ويشرب مية، وزنه 5 طن، يريد له يوميا 100 لتر مية. طيب ألف فيل من 100 لتر أنت تيد لك آلاف، يعني تيد لك آلاف اللترات من المي معك. أبرهة شو عنده كان حامل هاي المي كلها للفيالة؟ قصص خرافات لم ينزل بها من سلطان، الله راضي يهدم الكعبة، والله بعث لهم طير، طير أبابيل، وجاء طير بدا بحجارة في فم الطير وضرب الأفيلة ودمرهم كلهم، وكل أفيلة ماتت وأبرهة انهزم وخلص. وهاي ما كاتبينها بصورة كاملة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وين فعل؟ قال لك أغرى المفسرين شو فعل، لا فعل ولا حاجة ولا، والكعبة من بعد أبرهة 6 مرات انهدمت، لا طير أبابيل ولا شيء، جوا ما يشتغل بعد مرة واحدة طير أبابيل ما بيستمر. يعني أبرهة ما هدمها، أراد يهدمها وانهزم هزمة الطيور، إجا الطيور من السماء هزمته. طيب ما هو مرة تانية هدموها وراح صار التراب، ومرة ثالثة ورابعة وست مرات انهدمت، الحجاج هدمها، الغرامطة هدموها، ماكو في ماكو لا فيل ولا طير ولا اشتغل ولا مرة تانية. ينقل لنا قصص هي أساطير غير موجودة بأرض الواقع، هي قصص مو معروف من المبني. هذه مش فقط نملة سليمان ونملة قد الذئب ونملة اسمها حارس ومن بني شيصان وتعرج وجاءت مش عارف تعمل بسليمان، البورس بتاع نوح ينفخ نار من فمه راد يحرق السفينة، ونوح حارب مع البورس، هذا البورس الصغير اللي على الحيطة نشوفه، نوح بنفسه بهيك يعني بعظمته ماسك له جنود ويحارب مع البورس، والبورس ينفخ عليه نار، هذا بورس ولا ديناصور؟ قال لك لا بورس صغير، راد يمسكه يحطه بالسفينة وما مش الحال، والبورس ينفخ نار، راد يقطع حبال السفينة. طيب فين منين كيف يعني عوف البورس تحارب مع البورس؟ ما رسالة روحية، قصة نوح موجودة بالعهد القديم، رسالة روحية إن الله شر ملأ الأرض، إن نوح دعا أصحابه ويصعدون للسفينة لكي الله ينجيهم، هو الغارب، هذا هو غارب النجاة. لا هنا حارب وبورص وقصص وروايات وحكايات، يقول لك نسى يأخذ القطة كمان معه، قط ما أخذ معه نوح، خذ كل الحيوانات نسى القطة، راد يحرك المية جت على الأرض والمركب صار فوق وأصحابه قالوا له القط وين؟ قال لهم نسيت، هسا أمر الأسد، يا أسد نغسل القطة، عطس الأسد طلعت من مناخيره قطة. لا موجودة عند الغرطبي، اغراها عند الغرطبي. لا اصلا انت بتقول ان ده مش معقول اللي هو ما في يعني انت غطى شو يوم اتسسد. لا انت بتذكر قصص فعلا مش معقوله، بس لما تقارنها بان جماعه بياخذوا شويه حجاره عشان يرجموا الشيطان، هي نفسها برضه. كل هذا ما انا اقول لك، الثلاث اجزاء، الجزء الاول هو قتال للاخرين، الجزء الثاني قصص لا هي بها روحيات ولا هي حقيقيه، وقصص خياليه من تقراها تضحك، يعني وانت تقرا تجيك ضحكه من ايده، هو انا بقرا كلام الله، هذا الله قال كذا، يقول لك والله قال كذا. طيب ما يفرق عن القصص الثانيه. النص الثالث اللي هو في القران امور تاريخيه، امور تاريخيه كلها غلط، كلها غلط، حتى الامور التاريخيه ما تجد بها روحيات، كلها غلط، لا يمكن تجد روحيات. الآيات اللي تتكلم عن القتال لا حصر لها،
الجزء اللي هو الأمور التاريخية أكثرها زواجات الرسول. يصعد الشيخ على قال رسول الله نظر إلى زينب ورآها جميلة وأمر زوجها بتطليقها. طيب أنا اليوم جاي جمعة وعندي مشكلة بالشغل بالبيت بالعائلة، مش لازم أقول لك، كل الناس عندها مشاكل. اليوم جاي المكان استراحة، أنا شو اللي دعوة بزيد الرسول خذ زوجته؟ بس زيد قال لك وعائشة كانت عمرها 6 سنين وأبو بكر رفض وبعدين خطبها وخذها الرسول بال6 سنين ودخل بها بال9. يحكي لي قصص الرسول تاريخ الرسول إنه شو عمل بالآخرين وكيف تزوج نسوان، وفلانة رادت تهب نفسها له، قالت له أنت الشيطان يا نبي ما أهب نفسي لك، وبعد عنها وكساها ورجعها لأهلها ولا أي أمر روحية. كل هذا الكتاب، طيب أين كيف يكون هذا كتاب الله؟ طيب أنا مو بيخصني، هو المفروض إن الله بعد هذا الكتاب لي كتكون رسالة لي كيف أعيش به؟ أليس الأمور التاريخية لازم أخذ منها عبرة؟ أقول مش بس النبي فلان كانت عنده مشكلة نفس مشكلتي والله حل مشكلته وعبغى كده، وأقرأ قصة تاريخية. تقرأ قصة تاريخية خرافية ليس لها أي شيء، حتى لو تأخذ قصة من نوح تجد 4 5 كذبات بالوسط، تقول لا ما دام بيها كذب هاي القصة كلها كذب، ما فيش برص ونوح يتعارك مع برص وماسك سلاحه، 3 أيام يتعارك مع البرص نوح. يضربه بشوف شو بيقتله وخلصت طرح. برص ينفخ نار. يعني في قصص ما هي مرتبطه ببعض، هاي تقرأ. تقرأ الثاني الآيات تطلع يعني خربان من الجامع، تطلع مدمر. تطلع يعني لو الشيخ كان يتكلم على اليهود والنصارى تطلع خلصان، يعني تطلع معصب مرة واحدة. ضربوا النبي وقالوا للنبي هكذا، والنبي قال لهم هكذا، وقتل أطفالهم وخذ نسائهم سبايا ووزعهم، وهذا من يحارب رسول الله لهم ويل عظيم. ويشدك يعني مرة واحدة. طيب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ مايا حتى ما في بيت مسيح حرق علي بيتهم ولا في يهودي جنبي، أنا أعمل إيه؟ تلقيت مسلمين بيناتهم يتخانقون، صدقني في ناس يقول لا اليهود طيبين، قال زي قول طيبين الشيخ قال كذا تخانقوا بيناتهم. ما تجد رسالة، أنا أريد رسالة روحية، أريد روحيات. من هذا المنطلق قرأت النص القرآن ووضحت وحدة وحدة، وكل آية قرأتها قلت لا أنا معلش يعني أنا بشر ممكن مش فاهم، ممكن لها سياق تاريخي آخر، ممكن نزلت في زمن، رحت قرأت المفسرين لها. أي آية قرأتها قرأت المفسرين، أي آية قرأتها أسمع غلي راح أعرض لكم آيات في 206 آية، 206 آية كلها لو موجودين في صورة واحدة نقول هذه الصورة كانت في حرب، لا موجودين في كل المصحف من أول آية من أيهم لكم، من أول من أول سورة لآخر سورة، أول سورة بها قتال وآخر سورة بها قتال، علشان إيه؟ علشان يحطها لكل مكان. لازم تغنى، أنت لازم تكون عندك عداوة مع الآخرين، الصابئة عندك عداوة معهم، المجوس عندك عداوة معهم، المشركين قال لك جميع المشركين ومن المشركين العرب، اليهود والنصارى طبعا على رأس الغائمة عداوة محمد معه، ما بغى معك حد، مع السنة كمان هذا بالأحاديث، بالأحاديث السنة يعني خلصت حكايته. يسبون الأمة ويسبون مش عارف مين ويقولون على فلان وعائشة عملت كذا وفلان، أصحاب النبي كمان لازم يكون عندك عداوة مع السنة. احنا ناس منعزلين عندنا عداوة، وهاي الناس اللي عندهم عداوة هم ضعفاء جدا، ضعفاء ماديا ليس لهم لا شغال ولا عمل غير اللي كان ساكن بيها، أمور ضعيفة جدا، ناس بسيطين ليس لهم عمل، هاي الناس كلها معصبة ظل واحد على واحد، لا توجد رسالة روحية، لا يوجد أي أمر روحاني يتكلم معهم إن الله قال هيك والله عمل هيك والله يعمل لكم هيك وعمل معجزات. طبعا ما فيش حد يتكلم على معجزات أبدا، لا لأن ما يوجد، ما عندهم أي معجزة ولا عمل النبي ولا عمل أي شيء، وهذه الناس ضالة بهاي يعني باغية في المسجد بهذه الطريقة، وهذه الحياة الإسلامية. لما ركز على القرآن بالذات والنص القرآني وجدت لا، ما يقوله الشيخ هو موجود بالدين. فرسالت نفسي هذا السؤال، هل رسالة الإسلام هي رسالة سلم ولا رسالة حرب؟ بالفعل هو رسالة حرب، نعم هو كتاب حربي 100%، ولهذا السبب استخدموا هذا الكتاب كثير من الناس السفاكين، كثير من الناس منهم هتلر. هتلر قال مقولة موجودة بكتبه وأي واحد ممكن يقرأها، قال لو قومي أصحابه يعني لو أصحابي كانوا مسلمين كنا لم ننهزم ولا بحرب. هو ما بيقصد المسلمين قويين ولا بيقصد المسلمين عندهم تكنولوجيا عندهم سلاح متطور، لا كان يقول ممكن أضحك عليهم بنص قرآني. والشيخ عبد العلي عبد العظيم اللي هاي قال هتلر أول ما فتح خطبته قال دنت الساعة وانشق القمر، اختار آية من القرآن لكي يفتح خطبته في ألمانيا لكي يهجم على اليهود.
بالفعل كل الارهابيين بن لادن طلع لكم بالتلفزيون كلكم شفتوه مسلمين تتفقون معه وتختلفون معه، كان يقرا لكم ايات قرانيه. ابو بكر البغدادي في جامع النوري في الموصل اول ما صعد على المنبر قال الله وقال الرسول وبدا يقرا قران، الزرقاوي قران، كل الارهابيين. هذا ابو عبيده هسه اللي موجود اللي يتحارب مع اسرائيل يعني اللي حارب فلسطين والقدس يعني. يوم كل يوم ما يطلع قرآن قال الله وقال الرسول، كأن الله والرسول هم قائدين جيش، مش قال الله وقال الرسول بطريقة تانية إن الله قال نسامحهم الله يتصرف معاهم، لا قال الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم خذوهم احصروهم اغتلوهم اضربوا مش عارف مين، خذوا نسو أصيبوا منهم من نسائهم وذراريهم، خذوا نسوانهم أسرى يعني بيعوا أطفالهم بالحروب. طيب فين الرسالة؟ مو الله خلق دول البشر لو لا؟ فهذه هي رسالة القرآن الملخصة، قصص ليس لها أي تاريخ حقيقي، حرب وقتال بدون يعني مجاملة في كل النص القرآني، قصص خرافات وأعمال النبي، لا أقول شيء ثاني، أعمال النبي. شو اللي عمل النبي؟ ولا عمل شيء روحي، قاتل بيت فلان، خذ زوجة فلان، طلق فلانة، سألوا الرسول قال ما أعرفش، وهذه هذا 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 كل القرآن. فالقرآن ببساطة يا أعزائي المشاهدين ليست رسالة روحية، هو كتاب دموي. والغادة السياسيين اللي بتشوفونه على أرض الواقع، أنا بعطيكم أمثلة على أرض الواقع، الغذافي ماذا يستخدم كان؟ استخدم نص القرآن، صدام حسين استخدم نص القرآني، خميني استخدم نص القرآني، الدول الإسلامية اليوم كلها. ليش ما لما نجد مثلا بوذي يوم من الأيام استخدم كتاب الهندوس يوم واحد؟ طلع بوذي على المنصة مثلا، كل السياسيين عندما يتكلم خطاب يتكلم من نفسه هو، يتكلم من نفسه هو علشان تقدر ترد عليه تقول كلامك غلط ولا كلامك صح، حتى ناس يقدرون ينتقدون، ناس اللي هم الهنود من عندهم. متى وجدت رئيس مثلا مسيحي طلع على المنصة وقال لهم قال الإنجيل هكذا وقال الإنجيل هكذا؟ لم تجد. يقول لك المجلس قرر هذه وهذا قانون وهكذا، القانون هذا تستطيع تنتقده ما عندك اي مشكله، تقول لا القانون هذا جاير والقانون لا وافق عليه وانا لا اتفق عليها، ما حد يقتلك، بس ما دام الحاكم يستخدم نص ديني خلاص، حتى لو عندك مشكله مع الدين لازم ترتد بسكوت بس بيتك، تقول انا هذا الدين لا اؤمن به، ما تستطيع تقول لك كلامك غلط، يقول لك هذا مش كلامي كلام الله، الله غلط، انت مرتد تقتل. هذه المشكلة. شفتوا القادة السياسيين؟ هذه رسالة واضحة. القادة السياسيين ماذا يستخدمون الآن على المنصات؟ أبو عبيدة ماذا يستخدم؟ أبو عبيدة اللي يتكلم مع إسرائيل شو يستخدم؟ كل آيات قرآنية، وكاتب اسم الله محمد على رأسه هنا، شد له قماشة حط الله محمد عليه، وصفحته كلها قال الله وقال الرسول، أبو بكر البغدادي قال الله وقال الرسول، وكلهم هكذا. لأن بالحقيقة رسالة واضحة أن رسالة الإسلام هي رسالة دموية وكراهية، هذا النقطة لازم تعرفونها جدا جدا جدا. الرب يبارك حياتكم، والمداخلة القادمة راح أقول لكم الآيات اللي قريتها وراح أشاركها معكم، وشارك أيضا تفسير الآيات معكم. الرب يبارك حياتكم جميعا. شكرا أخ كريم، الرب يباركك والرب يستخدمك. طبعا فرق كبير جدا جدا بين اللي أنت بتقوله والخرافات اللي موجودة في القصص الإسلامية، ويمكن أنت كنت موجود في بلد ما كانش جنبك كتير من المسيحيين ولا من اليهود، لكن إحنا كان كل خطبة جمعة هي خطبة ضد النصارى، وفي دعاء في يوم الجمعة على طول يقول لك اللهم يتم أولادهم، اللهم دمر بيوتهم، اللهم مش عارف أعمل إيه، وكان بيركز دايما على اليهود والنصارى، وخاصة إحنا جنبنا إسرائيل، فهم كانوا بيلاقوا العدو جنبيهم، عشان كده كنا احنا بنعاني من خطبة الجمعة اللي كانت على طول في أذهاننا، وفي مصر الميكروفونات على طول يعني الميكروفونات بتبقى موجهة، ولو عرف انه بيت مسيحي يبقى موجهين للميكروفون على البيت، يعني في الميكروفون الكبير ده اللي بيبقى على المأذنة بيبقى موجهينه عشان يعني يبتدوا يتكلموا او يوصلوا رسالة الكراهية للمسيحيين. طيب معلش جناب غاس، ممكن نسمع الخطبة؟ احنا هي تقريبا أقل من نص دقيقة. نسمع الخطبة، هذه الخطبة أخواني وأخواتي بعد الصلاة، وفين؟ في مكة، في البيت الحرام اللي يدعي به الشيخ
يعني يدعي للناس بالرحمة والمحبة والسلام، هذا في مكة، هو منتكي على الكعبة يعني في ظهره الكعبة. سمعوا ماذا يقول. عليك بالرافضة وبالشيوعيين وباليهود والنصارى، اللهم عليك بالظالمين، فرق اللهم جمعهم وشتت شملهم وأضعف قوتهم وأدر عليهم دائرة السوء. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم مكن إخواننا المجاهدين من رقابهم، اللهم مكن إخواننا من رقابهم، اللهم مكن لهم. سمعت الشيخ، اليهود والنصارى والشيوعيين والرافضة، مين بغى بعد؟ بس السنة الله يحميهم، الباقيين كل مختلف. الفكرة دي مؤكدة أخ كريم، عارف يعني أنا عندي صورة بتحط لنا الموضوع ده في نتيجة الخطاب، يعني حتى مش بس فكرة الخطاب، نتيجة الخطاب إيه؟ يعني في سنة 2013 تم حرق واحد مسيحي في الشارع في بلد اسمها الخصوص. نمرة اتنين، تم حرق الشيخ حسن شحاتة الشيعي. يعني انت الفكرة اللي انا عايز يعني اتمنى ان اخواتنا المسلمين ينتبهوا ليه، عارفين لو لم يبقى الا السنة فقط في العالم هيحاربوا بعض، والشيعة كمان، ولو لم يبقى الا الشيعة بس هيحاربوا بعض، حاربوا بعض بالتأكيد. وارجع لفكرة بدايات الاسلام. بدايات الاسلام اللي هما كانوا لسه في البداية وما كانوش لسه تفرقوا لفرق كثيرة والكلام ده كله، هتلاقي إن الحرب الدموية كانت بقيادة عائشة، اللي قالوا عنها خذ نص دينكم، خذوا نص دينكم من عائشة. هذه الحميران. فهنا الفكرة اللي تاخد منها نص دينك هي كمان أكدت على الرسالة الدموية اللي قادها رسول الإسلام. وعلى فكرة اللي بيقول لك يعني ايه انك انت في اسباب، يعني في اسباب للقتل، في اسباب للحرب، ولا الكلام ده مجرد كلام يعني بيخدعوا بيه الناس، لانه ما فيش اسباب. ايه السبب اللي خليك تقتل عثمان؟ ايه السبب اللي خلي عائشة تقيم الحرب ضد عثمان؟ ايه السبب اللي يخلي مثلا علي يقتل، علي ابن ابي طالب؟ ما فيش سبب إلا صراع على السلطة وصراع على الأموال، يعني حاجتين. وده اللي كانت الرسالة، يعني أنا لو عايزين نلخص الرسالة الحقيقية لرسالة الإسلام، هي رسالة الدم، الجنس، السلطة. وده اللي موجود في نفس الوقت اللي احنا النهارده برنامج ما بين الشريعه والنعمه، مش هنركز بس على السلبيات، هناخد سطر صغير وارجع تاني لاخويا كريم يكمل لنا الطرح الرائع والنقاش الرائع اللي بيقدمه لنا. الرب يسوع لما لقى تلاميذه بيفكر في السلطه في الانجيل بحسب القديس متى اصحاح 20، جمعهم وقال لهم رؤساء الامم يسدونهم والعظماء يتسلطون عليهم، أما أنتم فلا يكن فيكم هكذا، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون أولا فليكن لكم عبدا، لأن ابن الإنسان هو بقى المثال الكامل أو مثال الكمال الرب يسوع، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. جيد الحياة، مش جاي يدي الدم ورسالة الدم ورسالة الخرافات. فضل أخ كريم، أنا بس حبيت أحط مقارنة صغيرة كده وإحنا بنتكلم عشان الناس كمان يسمعوا الفرق بين رسالة الدم والرسالة الروحية. أشكرك جناب الغسيس، شكرا جزيلا. أنا عندي أيضا آيات راح نقراها مع بعض، وحتى على الأهل، في أخ من الأخوة قال المسلم إذا حارب أهله، هذه أيضا موجودة بالدين والدين أمر بهذا. بس خليني ثواني. أوكي،
هذه الخطابات هي الكراهية كلها تجدها في نص القرآن. لما تقرأ الآيات، آيات كثيرة ومع مفسرينها، شوف ماذا يقول المفسرين والآية نفسها. خليني معكم أنا بعضكم بعض الآيات، معلش علشان تأكدون اللي نتكلم به هو موجود في نص الديني. هذه الآيات، هذه سورة التوبة أولا، الآية 29 يسمونها سورة السيف أو آية السيف. قاتلوهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، أي أهل الكتاب يعني، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية نزلت قبل وفاة محمد بأيام، يعني آخر رسالة تركها للبشرية هذه هي آخر رسالة، لأن هذه السورة سورة التوبة ترتيبها 113 بالمصحف، ما نزلت وراها إلا سورة النصر وسورة الفتح اللي هي أربع آيات، هذه في موت محمد، ولكن هذه قبل موته بأيام. قاتل الذين لا يؤمنون، لماذا نقاتلهم؟ قال لك لأنهم لا يؤمنون بالله بس، مش اعتدوا عليكم، مش قاتلوكم، لا، قاتل الذين لا يؤمنون بالله لأنه ما يؤمن بالله تقاتله، ولا يحرم ما حرم الله ورسوله. الله حرم أشياء هم ما يحرمونها، رسوله حرم أشياء هم ما يحرمونها. طبعا الرسول ما حرم شيء، كله حلله بس يعني ما عنده. ولا يدينون دين الحق اللي هو دين الإسلام حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر. تفسير ابن كثير يقول الوثيقة العمرية كيف طبقوها الصحابة، والوثيقة العمرية تتكلم عن مصر، يقول لك ماذا عملوا في نصارى مصر وكيف قتلوهم وكيف خذوا منهم الجزية. أي مسلم يراجع، يراجع تفسير ابن كثير للوثيقة العمرية، يجد تلخيص لهذه الآية، تجد الدين مغطاة، رؤوس مغطاة، نساء مربوطين، أطفال باعوهم بالسوق، حتى تطبيق الآية يسمونه التطبيق، تجد تطبيقها في تفسير ابن كثير. سورة محمد الآية 35، أنا بغريت لك من التوبة، ما أنا قلت لكم لحوراكم من كل صور المصحف، سورة محمد باسم الرسول هاي والآية 35، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. ما ينفعش تقول دولي أنا مسالم، دول الناس طيبين، أنا ما شفت منهم شيء، كانوا عداوا مع الرسول بس يهود جيراني طيبين، لا ما ينفع. لا تهنوا وتدعوا للسلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترك أعمالكم. أعمالكم شو اللي ما يترك الله؟ قتالكم، قاتلهم الله لا يترك عملك. إذا أنت قتلت لك يهود الله ما ينسى العمل اللي عملته من أجله، الله مش قادر يقتلهم، أنت لازم تقتلهم يا مسلم. سورة الحجر والآية 85، بعض المسلمين فاهمينها روحية، هاي خصة هاي الآية، هذه روحية، أنت كمان هاي تنتقدها؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة الآتية فأصفح للصفح الجميل. يقول لك أصفح يعني صالح الناس، صالحهم. لا، شوف المفسر ماذا يقول هنا. تفسير ابن القرطبي يقول لغول النبي، يفسر بغول محمد، لغول النبي قال لهم لقد جئتكم بالذبح وجعل وبعثت بالحصاد ولم أبعث بالزراعة. الزراعة هي إنشاء جيل جديد، يقصد مش فلاح يعني. محمد يقول بعثت بالحصاد، قطع الرقاب، وليس لإنشاء جيل جديد. لقد جئتكم بالذبح. في تفسير الغرطبي، هذا رأي الغرطبي في تفسير هذه الآية اللي أصبح للصفح الجميل. الرسول قال لهم لو صروا مسلمين لو أذبحكم، فأصبح للصفح الجميل يعني صير مسلم، صير من عندنا وبينا، صير مسلم. هذه وانظر في سورة محمد. الآن آل عمران، سورة آل عمران الآية 83، أفغير دين الله يبغون، هذا تهديد يسمونها الآية، في تهديد، في آيات اسمها تهديد ووعيد، وفي آية اسمها سؤال استنكاري يسمونها. هذه الآية أفغير دين الله يبغون، يعني يردون غير الإسلام، آمنوا بدين غير الإسلام، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. لو بالطاعة يعجبك الدين وتؤمن أوكي، لو ما عجبك وما آمنت بالكره لازم تؤمن بالكره، يعني نكره نجبرك على الدين. تفسير الغرطبي نفس الآية قال غال الرسول لا تسبوا أصحابي، لا حد يسب صحابتي، فإن أصحابي أسلموا من خوف الله، بعد وأسلم الناس من خوف السيف. أسلم الناس من إيش؟ من خوف السيف.
أصحاب محمد علشان فلوس وغزوات ونسوان هم أسلموا بدون قتال، ولكن أسلم الناس من خوف السيف. هاي في آل عمران. الآن الممتحنة، صورة الممتحنة الآية واحد: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لا تحبون عدوي وعدوكم. الله عنده أعداء ومحمد عنده أعداء والمسلمين عندهم أعداء، هذه الأعداء لا تأخذهم ولي إليك. وقد كف منهم أعداءك، عملوا لك مثل، يا الله أنت مثل أعدائك يا رب العالمين، منهم وقد كفروا بما جاءهم من الحق، يعني ما قبلوا القرآن، يعني ما قبلوا النص القرآني، يهود نصارى بوذيين هندوس أي من الملل والنحل غير المسلمين، بما أنه ما قبل النص القرآني قال لك لا أنا لا أؤمن بهذا الكتاب، إذن هم أصبحوا أعداء الله. لا تتخذهم أولياء ولا تلغوا إليهم بالمودة، ما في محبة بينكم وبينهم. ليش؟ لأنهم ما يؤمنون بالقرآن، تحب بس اليوم بالقرآن فقط. سورة المائدة، الآن من امتحنا المائدة، سورة المائدة 57: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم تؤمنون. يعني لا تسلم على يهودي ولا تسلم على يهود مسيحي، لأنهم اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، لأن محمد ما اعترفوا به، ما قالوا محمد موجود في كتبنا، وتركوا محمد ما عملوا به. الكفار هم أصحاب بعض، أنت لا تصاحبهم، الكفار هم أولياء بعض، وأنت كمسلم ابتعد عنهم ولا تتكلم معهم. سورة الأنفال آية 60: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. هذه الآية اللي استخدمها أبو بكر البغدادي في جامع النور، ترهبون به عدو الله. قال لك الإرهاب فريضة في دين الله، ترهبون يعني من الإرهاب جاي الرهبة. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفي إليكم وأنتم تظلمون. يعني الله إذا أنفقت أموالك، اشتريت بها السلاح، أو دعمت المجاهدين ببعض الأموال لكي يقاتلون في سبيل الله، لا تحزن، الله يوفيك إياها. متى؟ بالجنة لو متت، الله يعطيك حريات المكان. أعطي فلوسك للمجاهدين يقاتلون ويشترون السلاح يقاتلون الكفار، والله يعطيك حريات بالجنة فيما بعد. يعني من يدخل الجنة قال لك الله أعلم، مش عارفينها. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخير ترهبون به عدو الله. لازم تلغي الرهبة في قلوبهم، بيخافون. لازم تخلي المسلم، إذا جارك مسيحي لازم جارك يكون مرعوب منك. ليش؟ تحدده بس بالتهديد، حتى لو ما تعمل شيء تقول له خلي بالك، أنا ممكن أي ساعة من الساعات أخطف أولادك، ممكن أي دقيقة من الدقائق أحرق بيتك. لازم تخليه دائما عايش في تهديد. سورة التوبة أيضا نرجع لها، الآية 28: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يغربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المشركين نجسين، وهم المشركين أي شخص لا يؤمن بمحمد ونجس. تفسير الغرطبي يقول النبي لهذه الآية: جعل الله رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار لمن خالف أمري. النبي نايع فسرها بشعرنا، يقول الله جعل الله رزقي تحت ظل رمحي، أنا أحارب الناس وأقتلهم لكي أخذ فلوسهم. يعني الرزق مصدره هو السيف، مصدر رزق محمد هو الرمح أي السيف. جعل الله رزقي تحت ظل رمحي وجعل الظل والصقار لمن خالف أمري. أي واحد يخالفني لازم يكون مذلول وصاقر يخالف أمر محمد، وأما أمر محمد لازم كل الناس تقبلها. هاي يتكلم عامة الناس وليست فقط لليهود والنصارى. يعني توبة 5: فانسلخت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيثما وجدتموه. إذا انسلخت يعني إذا خلصت الأشهر الحرم، هي 4 أشهر بالسنة، المسلم 8 أشهر لازم كل سنة 8 أشهر فيها، لا 4 حرم ما بتقاتل بهم، بالثمان أشهر قاتلوا المشركين حيثما وجدتموه، أينما تجدهم
على الفيسبوك، على تويتر، بأرض الواقع، بأي مكان، مول. واقتلوا المشركين حيثما وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم، إذا عسرتوهم خذوهم واحصروهم، واقعدوا لهم في كل مرصد، في كل مكان ترصدوا لهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة، إذا تابوا عن كفرهم عن شركهم وصاروا مسلمين، أقاموا الصلاة يعني صاروا مسلمين، وآتوا الزكاة فاخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. غفور رحيم عليهم، ما صاروا مسلمين بقى. لو صحيح الله غفور رحيم كان يغفر لهم وهم موجودين، يقول لهم الحساب بعدين، يعني انت سامحهم مالك دعوه بيهم، الله يحاسبهم. قالت لا، قاتلهم وخذهم واحصرهم وتنصد لهم في كل مرصد في كل مكان. اذا تابوا واقاموا الصلاه، اذا تركوا دينهم وصاروا مسلمين، الله يتحاسب معهم، انت مالك دعوه، بعد ما صاروا مسلمين ايش يتحاسب معهم. تفسير ابن كثير قال: سفيان ابن عيينه قال علي بن ابي طالب: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف. محمد الله بعثه بأربعة أسياف، أربع سيوف. يعني ما بيقصد محمد بيده أربع سيوف بإيده، لا، بعث الله محمد بأربعة أسياف، يعني الله بعثه على أربعة طوائف، على أربعة طوائف الله بعثه. ما هي الطوائف؟ قال لك سيف على اليهود والنصارى، سيف على مشركين العرب، وسيف على الوثنيين، وسيف على المسلمين كمان، في سيف منهم على المسلمين. ليش؟ قال لك المسلمين اللي يرتد عن دينه يقتل. هذه هي الله بعث محمد بأربعة سيوف. ولا يهمك أخوي جاني وحبيبي، ولا يهمك، أهلا وسهلا بك. كبسوا حبايبي كبسوا. سورة الأنفال الآية 12: إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله والملائكة يحاربون معك يا مسلم، فأثبت الله معك، أثبت. والذين كفروا الله سيلغي في قلوبهم الرعب، يخليهم مرتعبين وخايفين منك. انت شو بتعمل؟ اضرب فوق الاعناق يعني الرغبه، واضربوا منهم كل بنان، حتى اطفالهم اضربوهم. البنان هو الطفل، يعني نسائهم اطفالهم ذراريهم. سوره الانفال الايه 39: قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. قاتلوا جميع الناس المشركين حتى يصيرون كلهم يصيب دينهم دين الله اللي هو الإسلام. فإن انتهوا من إيش؟ من الكفر، من الشرك، فإن الله بما يعملون بصير. إذا قالوا لكم إحنا انتهينا صرنا مسلمين سامحونا، أنتم بعد لا تقاتلوهم، الله بصير، الله بيتحاسب، الله يعرف الغلوب. إذا كان الله يعرف الغلوب ويعلم الغيب، ما قال قاتلهم، قال لك أنا حاسبهم. سورة محمد الآية 4: فإذا لقيت الذين كفروا، إذا لقيتهم بالشارع، بالمول، بالمترو، بأي مكان، إذا لقيت الذين كفروا نعمل إيه؟ فضرب الرقاب، أضربهم، اقطع رقبته يعني، حتى إذا أثخنتموهم فشد الوثاق، فأما من بعد وأما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ولو شاء الله ينصركم منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. الله يجيب لكم يا مسلمين بعضكم ببعض، بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فتح الآية 16: تدعون إلى قوم أولى بأس شديد، قاتلوهم أو يسلمون. روح للأعراب اللي هم مشركين العرب يسمونهم، لا تدعيهم إلى الإسلام، يقول لك لا تدعونهم إلى وهم بأس شديد، هم ناس عندهم بأس شديد يكرهون النبي، لا تدعوهم إلى الإسلام، قاتلوهم بالقتال أو يسلمون أو يطيعوكم، أو يسلمون أو يطيعونكم، يدفعكم جزية. سورة الأنفال الآية 65: يا أيها النبي، خطاب للنبي، يا أيها النبي حب الناس سلم عليهم، لا، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200،
وأن يكن منكم 100 يغلبون 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. على فكرة محمد راح بالحرب هذا انهزم كمان في سورة الأنفال آية 66 هزم، 65 أمر حرب 66 هزم. سورة الأحزاب الآية 26 هذه مات بني غريضة بخذ منهم صفية. وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم أقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. أقذف في قلوب الذين كفروا الرعب، خليهم مرتعبين منك. مين؟ من أهل الكتاب، الذين ظاهروا من أهل الكتاب يعني أظهروا دينهم، أظهروا إيمانهم، يعني جرس بالكنيسة، صليب على الكنيسة، صليب برغبة المسيح بالشارع، هذا يظهر دينه، يظهر دينه. ممنوع، ممنوع تظهر دينك في وانت ببلد إسلامية، لازم يعني تسكت ما بتقول ليش. إذا قلت أي شيء أو رفعت أي صليب أو في رغبتك صليب أو في إيدك صليب أو ماسك بيدك كتاب مقدس أو جرس كنيسة، أنت هنا ظاهرت بالدين. نعمل لك إيه؟ وأنت من أهل الكتاب من صياصيهم بالكامل بالجملة يعني. إذا واحد ظهر اختل كل المسيحيين واقذف في قلوبهم الرعب، خليهم يخافون منك، مرتعب، فجر نفسك، عمل حاجة يا مسلم. الرعب فريقا تقتلون، تقتل بعض الناس وتأسرون فريقا، لازم تأسرهم وتقتلهم كمان. سورة الأحزاب الآية 27 وأورثكم أرضهم، هاي بني غريبة قال لك أخذوا أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها. الأرض مش أرضكم، هي لم تطعوها من قبل، لم توصلوا لها، هاي أرض مش أرض المسلمين. محمد أمرهم قال لهم أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، نغسم الأموال والأراضي والحقول كلها بيناتنا، وأرضا لم تطعونها وكان الله على كل شيء قدير. الله قادر على كل شيء، روح يلا توكل بالله. سورة التوبة الآية 14 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم، ركز على هنا المشكلة، ويشفي صدور قوم مؤمنين. المسلم صدره مريض ما يشفي إلا بالقتال. ويشفي صدور قوم مؤمنين، تبدأ بقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعني لازم تعذب لك أحد يتلوى أمامك، إيده ورجله مربوطة، تضرب عليه بعصا ولا بسيف ولا بأي شيء، تعذبه مثل ما محمد عذب 8 علشان قلبك يشفى، صدرك يشفى، ارتاحيت. هيك لازم تعمل، يشفي صدور قوم المؤمنين. مش أنا اللي قلت، ابن كثير قال في عذابهم وقتلهم ونحرهم يشفى صدر المسلم. المفسرين قالوا هذا، والآية واضحة من غير تفسير. لا حتى القرطبي كمان مخاف مسلم يقول لك أنت مش فاهم العربي، مش عارف مين. سورة المائدة الآية 33 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. كيف واحد يحارب الله؟ يعني يكفر بالقرآن، مثلي أنا لا أؤمن بالقرآن، يسموني محارب، يقول لك في مرتد محارب ومرتد غير محارب، أنا مرتد محارب. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يعني يتكلم مع المسلمين يقولون قرآنكم غلط، هذا يسعى في الأرض فسادا، أن يقتلوا، الأمر الأول لازم نقتلهم، أو يصلبوا لازم نصلبهم، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لازم نقطع أيديهم ورجليهم، أو ينفوا من الأرض، نعدمهم بالكامل من الأرض، ذلك خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إحنا أمر المسلم شو بتعمل يا مسلم؟ لازم تقتلهم إذا قدرت تقتلهم طبعا، إذا ما قدرت تقتلهم اصلبه، تمسك الصلبة، يعني إذا صار أسير وما تقتل قتل الصلبة، صلب يموت. وداعش صلبت واحد على فكرة بسوريا، حطوه على الصليب وصلبوه بالشارع، وكمان مسلم بس هو كان مرتد يعني. أو تغطى أيديهم وأرجلهم من خلاف، لازم تغطى أيديه ورجليه، أو ينفوا من الأرض، أضرب عنقه وخيموت خلاص ينفى من الأرض، ذلك خزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سورة البقرة والآية 193 قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتل جميع الناس الكفار حتى يكونوا مسلمين. الدين الله، ما هو دين الله؟ إن الدين عند الله هو الإسلام. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فلا عداوة إلا على الظالمين. ظالمين مين؟ اللي ما يؤمن بمحمد. ولا محمد ليس من ظالم، مش ظالم ظلم المسلمين، لا، هو هم أغلية ساكنين في دول إسلامية. سورة التوبة أيضا مرة ثانية الآية 12 وأن نكثوا إيمانهم
من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم قاتلوا أمة الكفر. أي مسيحي يطلع يتكلم على الدين هذا يطعن في إيمانكم، قاتلوا، سمانا أمة الكفر، إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. الآن هذه الآيات على اليهود والنصارى وغير المسلمين، اللي آيات تقريبا 206 آية، ما قريتهم كلهم طبعا في آيات ثانية، خلينا أقرأ لكم الآن من آية ثانية. خليني أشوف لكم المفسر فين هو. أيوة الآية في سورة المجادلة والآية 22، الآية تقول لا تجد، أي آية على المسلمين، هاي لكم، هاي مسلم ومسلم، هاي إحنا ما ندعو بها، بس دينكم ماذا يقول عنكم أنتم. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني أبوك إذا تراجع عن الدين الإسلامي يقول لك شو هذا الدين، الدين مش كويس وأنا مش عايز هذا الدين، يقول لك لا تكون مودة بينك وبين أبوك. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر، أنت تؤمن بالله واليوم الآخر، يوادون من حاد الله ورسوله. حاد يعني عنده حدية، يقول لك أنا عندي حدية على القرآن، لا القرآن مش صحيح، لا هذا دين يعني ما مش كويس، أنا بحالي. هذا إذا أبوك تقتله، إذا ابنك كمان الأب يقتل ابنه، مين على هالكلام؟ غرطبي والطبري وابن كثير مفسرين قالوا. أقرأ معي، يقول قال سعيد ابن عبد العز وغيره من المفسرين، يعني أنزلت هذه الآية لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية في أبي عبيدة. أبي عبيدة مين؟ صحابي. أبي عبيدة عامر، اسمه عامر ابن عبد الجراح، عامر ابن عبد الجراح صحابي الجليل، عمل إيه؟ حين قتل أباه، قتل أباه يوم بدر. وهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل الأمر شورى من بعد ذلك رضي الله عنه. بعد وقيل تفسير آخر، وقيل ولو كانوا آباءهم، نزلت في أبي عبيدة قتل أباه، هذا أبي عبيدة قتل أبوه صحابي جليل ذبح أبوه. وأبناءهم، طيب أبناءهم مين؟ وأبناءهم في الصديق اللي هو أبو بكر يوم أذن قتل ابنه عبد الرحمن. تخيل الأب يذبح ابنه، ليش؟ قال لك ابني مش قوي، يعني هو مسلم بس مش قوي، يعني ما بيقول الرسول بعض الأوقات يتكلم كلام مش صحيح، يعني شك عنده بالدين. لأن أبو بكر عندما قتل ابن عبد الرحمن أخو عائشة، الرسول أبو بكر قتل أخو عائشة عبد الرحمن، أبو بكر نفسه ذبحها. ليش ذبحت ابنك؟ قال لك والله شك بالنبي، بيقول النبي مش صحيح. ما هو النبي أكيد مش صحيح، لأن تزوج أخته، وأخته عندها 6 سنين طفل، عبد الرحمن يلعب مع أخته، أخته لما عبد الرحمن كبر قال هذا دين، طيته أخته ويبعد طفلة للنبي رجل كبير بالسن. أبو بكر ذبح ابنه، قال له أذبحك، وذبحه مات. وأخوانهم أي قصتها في مصعب ابن عمير قتل أخاه عبيدة ابن عمير يوم أذن. وبعد أو عشيرتهم، العشيرة شو قصتها؟ في عمر بن الخطاب قتل غريبا له، عمر قتل خالة، على فكرة عمر قتل خالة غريبا له، عمر قتل خالة خمة، اجى الأمة قال يا أمة، قالت له نعم، قال هل هلي، قالت له انتصرت بحرب، شو سويت؟ قال قتلت أخوك خالي، قتلته لأنه مرتد عن الدين. هذا عمر اجى الأمة قال يا أمة هل هلي، يعني زغرط لي أمة، نجحت بحرب ولا شو صار عندكم؟ قال لا، قتلت أخوك. وفي حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد ابن عتبة يومئذ والله أعلم. تخيل الصحابة واحد قتل الثاني، هذا حمزة وعلي وعبيدة، ذولي أولاد عم، ذولي قتلوا 3 أولاد عم لهم، عتبة وشيبة والوليد، الوليد من المغيرة مسلول، خالد من الوليد هذا أبوه، نعم قتل شيبة. تخيل مسلمين واحد قتل الثاني.
فأنت تروح للمسجد وتسمع هذه الرسالة وتسمع هذا الشرح اللي أنا قريته لك، طبعا مش من عندي، أنا قريته من المفسرين وراء المفسرين والعلماء. لما تقرأ هذا والشيخ يقرأ لك هيك، فلان قتل أخوه، فلان قتل أبوه، فلان قتل عمه، تطلع من الجامع يعني متدمر مرة واحدة. أنا بحكيكم، هي الحلقة هاي يعني نوع من الفكرة اللي مريت بها أنا شخصيا. أنا قريت هذه النصوص قبل وأنا كنت مسلم، أنا ما تركت الإسلام إلا تأكدت منه 100%، تأكدت أن هذا الدين غلط 100%. طيب الرسالة الروحية وين؟ بس أريد أفهم يعني، هل في مسلم معانا يطلع على البث يعطيني آية واحدة بها رسالة روحية؟ واحدة بس. يعني القرآن ب 6236 آية، 6000، اعطيني واحدة، واحدة بس، واحدة. قل لنا الله يقول يعني أي شيء، ما مش عارف أقول لك أين، ما فيش، أنا مش لاقي. هو في حاجة، في حاجة كريم كمان، ما في روحياك، ما لو خرافة، لو غت الآخرين، لو أمور مات النبي، يا أيها النبي أحللنا لك أزواجك. طيب أنا شو يعني اللي مطلق زوجته، مش مطلق زوجته زعلانة يا أخي، في إحنا بشر، إحنا مش ملائكة يعني، إحنا بشر. تحصل بالبيت الزوجة زعلت وكسرت المطبخ ومش عارف مين، وراحت لها لو أنا ثلاثة من وحدي أروح للجامعة أسمع رسالة روحية؟ إذا قاتلوهم يعذبهم الله الكفار واليهود. طيب أنا فين رسالتي اللي يعني المسجد أعمل إيه؟ ولا تجد أي شيء، ما يوجد أي رسالة روحية بالله. لهذا السبب أنا هذه نقطة من النقاط اللي خلتني أبعد عن الدين. أنا عندي مشاكل، كلنا كبشر عندنا مشاكل، وما زلت عندي مشاكل موجودة، وكل بشر عنده مشاكل، كل واحد في حياته أمور، بعض الأمور موجودة. لا نقول يعني لأن العالم موجودة في الشرير، الخطيئة استولت على البشرية، إحنا موجودين في أرض الخطيئة، هاي معروف كلنا. بس أين الكتاب اللي عالجك؟ أين الكتاب اللي عالجك؟ أنا أقول لكم الكتاب اللي عالج وين وبعدين شلون وصلت له، ولكن في المداخلة القادمة إن شاء الله. تفضل جناب القسيس. يعني قاتلوهم حيث وجدتموهم، ده دفاع عن نفس، فين ده انت بتدور عليه عشان تقتله. لكن واحدة من الآيات أخ كريم بيوري لك الفكر الإسلامي، إمتى المسلم، وعلى فكرة ده بيلخص دعوة رسول الإسلام، يعني أنا بحس كده، ممكن أنت تصححني لو أنا كنت غلطان. ففي سورة محمد 35، إمتى قريت السورة دي؟ لا تهنوا وتدعوا للسلم، فلا تهنوا وتدعوا للسلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هنا الفكرة، أنا بعتقد في اعتقادي دي بتلخص حياة رسول الإسلام، لأنه رسول الإسلام كان بيدعو للسلم فقط عندما كان ضعيف، عشان كده في مكة ما عملش غزوات ولا حروب. صحيح. وحاول ان هو يعني يخدع الكل، لان دي حيلة الضعيف. لكن لما بيبقى هو قوي استحالة يدعو للسلم، وانا اعتقد ان هي دي الـ يعني ده الكلام بتاع الآية. حتى الطبر بيقول كده، فلا تضعفوا ايها المؤمنون بالله عن جهاد المشركين. إيه كل المفسرين، أنا غريت الأخبار. وتجبنوا عن قتالهم، يعني أنت لو بطلت قتال يبقى أنت جبان. وابتدى يتكلم، فهنا دي بتلخص حياة رسول الإسلام. فأنت يمكن وحجم الحياة، وأنا عايز أستمتع بالكلام بتاعك وخبراتك وفكرة النقلة بتاعتك، أنك أنت كنت بتروح مكان مش لاقي حاجة تشفي صدرك، لأن حتى القتال ما شفى صدرك. يعني قاتل، ما قاتلت الحمد لله، ما قاتلت ولا شرفت بالحرصة. ما أنا بقول لك يعني حتى آيات القتال اللي هي بتشفي الصدر، الحمد لله أنت ما عملتش كده، لكن الفكرة إن ده ما لقيتش شفاء للصدر، ما لقيتش شفاء للقتل. لكن في نفس الوقت، ويمكن أنا هسيبك تكمل الفكرة دي ونسمعها منك،
الكتاب اللي بيقول أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم، ده مش بس كده، ده في رسالة الرسول بولس الأولى إلى أهل كورنثوس أصحاح 13 اللي هي إنشودة المحبة، بيقول إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. إن كنت أعلم جميع الأسرار وكل علم وليست لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. ده ليش في الصدر؟ على فكرة واحدة من حياتك كريم إن الناس مش بتاخد بالها، تخيل مثلا شخص معين بيتكلم كلام أذاني، يعني عمل لي أذى، انت عارف عمليا وحتى بتوع علم النفس لان ده كمان كلام كتاب كريم، انك انت لو قعدت تفكر ازاي ترد عليه وازاي تنتقم، انت يعني انت حالتك اصلا او حالتي بتزداد سوء، مفيش شفاء. امتى في شفاء؟ لما اغفر له واحبه وسامحه، لان طول ما انا بفكر في الانتقام هو مسيطر عليا، هو مستعبدني، انا بفكر اعمل ايه، كل اصبح هو بيمتلك تفكيري. فالكتاب المقدس اعطى الحلول الرائعه، وانا طبعا اسيبك تكمل في الحكايه دي لان حلو ان احنا نشوفها منك بخبرتك، انك انت الرب خدك رحله ونقلك من الظلمة للنور، زي ما نقلنا كلنا من الظلمة للنور. أي إنسان مش مؤمن بالمسيح هو عايش في الظلمة، وأي إنسان بيجي للمسيح بيعيش في النور. تفضل أخ كريم. شكرا جناب القسيس، أشكرك. من هذا المنطلق أنا رجعت للإنترنت، لجأت للإنترنت، والإنترنت كان في عام 2014، حاليا في 2013 كان هذا البحث، ولكن 2014 لما جتنا كان الإنترنت يعني نوعا ما ضعيف، بس للي عنده جهاز كمبيوتر يقدر يستخدم الانترنت مش بطريقه كويسه بس ماشي الحال يعني، لان الموبايلات ما كانت كلها قديمه، وهي النوكيا 76 والنوكيا مش عارف شو اسمها الدمعه والدبتوب والتمساح، هاي الموبايلات القديمه، وانا كان عندي محل تصليح الموبايلات وهذه الامور يعني. بس لابتوب نشكر رب كان عندي لابتوب يعني، وكنت اتواصل مع اخوه واخواته ايضا من على الفيسبوك. مش مسلم، قال لي بس صفحتك، انا دخلت على صفحتك مسلم، وما اعرفه، ما يعرفني، اول مره يتعرف يعني. قلت له لا انا يعني كنت مسلم، شوي شوي بعد عن الدين. قال لي ليه بعد عن الدين؟ انا ما سالته هو شو، بس معروف انه مسيحي يعني، صليب وغصه وصفحته كمان، بس ما سالته، خايف اساله كمان، بقول دول نصارى، هذا من النصارى جايين، هيك فاكر يعني، دول اعداء الله، ومع اني تارك الاسلام، بس الفكره مؤصله كده، صدقني كده يعني بأمانة بقول دول أعداء الله، بس خلي معلش، الإنسان طيب وايد محترم ويتكلم معي، بس أنا برد عليه بعض الأوقات، ولو ما رديت عليه ما بيزعل، حتى ممكن رسالة ظل يوم يومين يعني أأجل بيها، مش مشكلة، ما عنده مشكلة. فأتكلم معي اللي يعني ممكن تعطيني السبب ليش بعيد عن الإسلام، حكيت له بعض الأمور اللي مشاكل، وأنا رسالة روحية لا توجد بالدين وفلان. قال لي هل قريت كتب تانية؟ قلت له لا. قال لي شو رأيك أهدي لك كتاب تقرأ فيه؟ قلت له أي أوكي أعطيني بلاش. قال لي بلاش. قلت له أعطيني إذا بلاش هدية أعطيني. أنا فاكر يعني كتاب بيعطيني، قال لي روح المكتبة الفلانية ولا شيء. فأعطاني اللينك، قال لي أقرأ. فتحت اللينك على مزمور 86 لداود، قال لي أقرأ في هذا المزمور. طبعا اختباري أنواع وأشكال طويل يعني، فترة طويلة مريت بيه لأني تقريبا 9-8 أشهر يعني. فقرأت المزمور، خليني أقرأ معكم بعض الآيات إخواني، هاي تغيرت الموازين عندي بالكامل. كنت أقول له أنت متأكد هذا بالإنجيل؟ قال لي لا مو بالإنجيل، هذا بالكتاب المقدس، أنا ما أعرف الكتاب المقدس بالإنجيل يعني. أحفظ نفسي لأني تقي يا إلهي، خلص أنت عبدك المتكل عليه. كل مشكلة عندك تقرأ يعني، تصدقني تحس بالراحة لما أكون عندي مشكلة وأقرأ المزمور. المزمور من قبل ما قريت أنا حفظته بس باللغة الفارسية للأسف، حفظته بالكامل أنا لأني أتكلم مع الإيرانيين يعني. أرحم يا رب لأنني أصرخ إليك اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب أرفع نفسي،
لأنك أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين إليك. بالأخير غريت المزمور بالكامل يعني اللي هو 17 آية. وتاني يوم كمان تاني يوم كلمني قال شو رأيك؟ قلت له رأيي إن هذه رسالة روحية جيدة جدا. أنا فكر هو كاتبه لأنه PDF. فكرت قلت له أنت كتبت هذا الشيء يعني أنت كتبت؟ قال لي لا هذا في الكتاب المقدس، وأنا قلت لك من زمان بالكتاب، من أول ما كنت معك قلت لك بالكتاب، هذا كتابنا نؤمن به. قلت له المسلم الإسلامي قلت بكفار واليهود والنصارى وصلت هاي؟ قال لي عمك أنا هل دعوة بالإسلام؟ أنا عندي كتاب، أنت مش تقول ما لقيت رسالة روحية؟ قلت له، قال لي أوكي، شو رأيك تفتح المزمور من أي مكان تقرأ؟ أي مكان افتح المزمور وقرأ. قلت له المزمور شنو؟ قال لي أنتم تسمونه مزامير، هو فاهم بالإسلام كويس على فكرة. قال لي أنتم تسمونه مزامير بالإسلام؟ قلت له آه مزامير داود. قال لي أيوه أغرب مزامير داود. لأن عندنا آية تتكلم على مزامير داود وعلى توراة موسى وعلى إنجيل عيسى، كان موجود عندنا بالقرآن، بس ما في اسم من الآيات منه، بس الاسم يعني. مزامير داود، ما حد يدري مزامير داود شيء. وفي آية ثانية يقول لك هي مزامير الشيطان على فكرة. في آية ثانية يقول لك هو المزامير هي مزامير الشيطان. ومرة قال عليهم مزامير داود، فاحنا مش عارفين وين مزامير داود وين مزامير الشيطان. فسألت قال لي اسم المزمور هذا كتاب لداود، داود النبي كتب هذا الكتاب، هو نبي وقع بالخطية، وبعد ما وقع بالخطية الله غفر له خطيته، وهنا تضرعاته إلى الله وشوف الله كيف تعامل معه وشوف الرسالة الروحية. الكتاب كله صلاة. فأنا كنت أغرب الكتاب، حبيت هذا الكتاب جدا، هذه البداية اللي معرفة المسيحية. طبعا الموضوع متوسع كتير، وبعدين سألت والإنجيل شو العهد القديم والعهد الجديد والفكرة كلها، وجدت الرسالة الروحية. فالرسالة اليوم لإخواني المسلمين، ما عندكم رسالة روحية، لا توجد. أنا ما أقول ما عندكم أتبلى عليكم، أنا بقولها من أرض الواقع، الإسلام لا توجد به رسالة روحية إطلاقا وأبدا. يعني أنت مو بس النص القرآني، يعني شوفوا المشايخ اللي على اليوتيوب، شوفوا المشايخ اللي بالجوامع، شوفوا رؤساء الدول المسلمين، كل خطاباتهم كراهية، كلها حتى على شعبهم، حتى على شعبهم نفسه خطاباتهم كراهية، وأي كل خطاب يختمونه بقال الله وقال الرسول، أو يبدونه بقال الله وقال الرسول. الإسلام هو يعني للسلطة حلو، لأهل السلطة حلو. ليش؟ لأن هذا بيخدم رسالتهم، بيخدم سياستهم، يقتل الشعب كله. خامنئي لما طلعوا الشعب تظاهرات، شعب طلع تظاهرات بإيران في بيت اسمها مهسا أميني، طالع لابسة حجاب نص نص يعني، بشعرات طالع منها مش نص يعني، شعرات طالع منها، جاء بوليس قال شعراتك طالع، قال لك لا بكيه في مش عارف مين، دافعت مع البوليس، ركبها بسيارة الشرطة، أخذوها المخفر الشرطة بالطريق، ماتت قتلوها. هم قالوا ما قتلناها، بها سكتة قلبية مش عارف مين، أهلها قالوا لا بنتنا مش مريضة ولا حاجة ولا يوجد أي تقرير طبي، بنتنا زي الفل، بس ضربوها حسب الظاهر يعني، ماتت البت. طلع إيران كلها تظاهرات، بنت مسكينة كردية هي وإيرانية ماتت، وبنت مثل الورد يعني، شابة تدرس بالجامعة، راح تدرس بالجامعة وعدها أمل، وأهلها طلعوا، أهلها يجوا الموضوع جدا يعني، طلعوا أمور تذكراتها، ويوم الخميس تروح مع صاحبتها فلان، يوم الأربعاء خطبة عرس مع مين، كل مواعيدها طلعوا، ما هي مواعيد بنت، الشرطة خذوها ماتت، ومين يروح المواعيد دلوقتي، وقلبوا الدنيا، طلعوا تظاهرات ناس كثيرين جدا. خامنئي ماذا عمل بهم؟ سورة المائدة الآية 33، الذين يسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا، 1200 قتلوا، 1200 متظاهر ماتوا بالشارع، وعرضتهم على رامية، 1200 الشرطة تضربهم بالرصاص. خامنئي هيج الدنيا عليهم بالمنصة، والخامنئي قال كلمتين طبعا ونزلوا، وبعدين استلموها العلماء اللي هم يخدمون السلطة، كل واحد يطلع المنصة يحاربون الله ورسوله. بويا ما حاربوا لا الله ولا رسوله، لا شافوا الله ولا شافوا الرسول، ناس معترضين على البت اللي خذتوها بالامبلانس وماتت، يغتلوا أو يصلبوا أو تغطى أيديهم وأرجلهم، كل الحكماء مش بس هذا، كلهم. صدام حسين لما يكون يستخدم النص القرآني في حرب إيران، كان الحروب اللي سماها فتح خيبر، معركة الرسول الأولى، معركة الرسول الثانية، صاروخ بدر، صاروخ مش عارف مين، صاروخ العباس، صاروخ الحسين، هم دول ولا لا؟ حتى اسم الأسلاح صاروخ العباس، والعباس عنده صواريخ، صاروخ الحسين، صاروخ أي دولة من الدول تجدون اسم الأسلحة باسم دينية؟ لا تجد. اسم الصاروخ بي ام ما بعرف ايش، هذا معروف، اسم الصناعة الشركة للصناعة، خلصت راحت، شركة ما تقول لك شو دينها أصلا، ما ندعو بالدين، هي
ابتكار تصنع أسلحة، هاي الأسلحة تكون مفيدة لرد العدو أو للحروب أو أي شيء آخر. المعارك، أي معركة؟ معركة المسلمين قبل كم يوم، فترة بسيطة، طلع في خيط رعي ومجد وجد واحد طيني، وجدوا بالأنفاق، كم واحد خطفوهم حطوهم بالأنفاق داخل، وهذا حارس حاطين عليهم. اجت إسرائيل حاصرت الأنفاق ودخلت داخل ووجدوا ولد يحرسهم، مسكوه وخذوه. شو وجدوا بجيبه؟ نسخة من القرآن الكريم. أول شيء حرب، قال لك هذا حصل هذا حصل، ولكن عندما تنتهي وماذا عمل الله لهم؟ تجد الرسالة الروحية بالأخير. هكذا هم عملوا، هكذا تقاتلوا، ولكن ماذا عمل الله لهم؟ تجد الرسالة الروحية. الإسلام لا، يقول لك قاتلوا أحسن روح للجنة، اقتلوا أحسن الله يعطيك الجنة. الذين قتلوا في سبيل الله مش أموات، هم أحياء عند ربهم يرزقون. اللي مات من عندكم من أولادكم في سبيل الله، يعني قاتل اليهود ومات، هذا مش ميت، هذا حي، بس أنتم ما تشوفونه، هو عند الله حي، ما حد يشوفه. هذه رسالة عدائية، رسالة كراهية. المسلم اليوم يكره كل العالم بسبب هذا الدين، بسبب هذا الكتاب، بسبب هذا القرآن. فهذا ليست رسالة من الله يا أخواني وأخواتي. الله ببساطة، ما راح نختلف على هذا الموضوع، إذا أنت تؤمن بخالق، هسه شو بتسميه مش مشكلة، إذا تؤمن بخالق ما راح نختلف على هذا الموضوع. أولا أنتم ضعاف اليوم بالعالم، صح؟ صحيح، مية مية. الدول الإسلامية دول ضعيفة، والدول الغربية دول قوية. أنتم تكرهون الغرب وتردون تنالون منهم تقتلونهم، بس لا تستطيعون، لا عندكم لا أسلحة لا دبابات لا طيارات لا سيارات لا تكنولوجيا، أمور كثيرة ما عندكم. يعني أبسط شيء، أول ما تبدأ الحرب يقطعون الإنترنت عليكم، بعد جار ما يعرف جاره شو بيسوي، ما تعرف أخوك المدينة الفانية ما يعرف شو يسوي، تليفونات تنقطع عليكم لأن مش من عندكم، هذه صناعة غربية، هم يقدرون يقطعونها مثل البيجر وغيرها، يعني بضغطة زر واحدة يقطعونها. إذا أنتم ضعاف ليس لكم أي شيء. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الله أمركم بقتالهم، ما تستطيع قتلهم. طيب السؤال، ليش الله هو بنفسه ما يتخلص منهم؟ مش هو يقول الشيء كن فيكون؟ بيناديهم أمريكا، كندا، أوروبا، إسرائيل، راحت انتهت، مش موجودين، وأنتم تعيشون براحتكم. ليش الله حاطهم ويأمركم أنتم الضعاف تقاتلونهم وأنتم مش مستطيعين؟ لو كانت رسالة الله، لو كان الله يريد هذا، كان الله ما رزقهم، ما أعطاهم سيارات، ما سواهم أخويا. بس هذه ليست، هذه رسالة محمد، محمد يكره البشر، افهموا النص جيدا. لو الله عنده عداوة معهم كان الله يقتلهم، بسيطة، الله يقدر يقتل البشر بثواني، بس الله ليس قاتل، الله محب جدا، الله بيحب الإنسان. الكتاب المقدس رسالته لكم يا أيها المسلمين كلكم، رسالة الله، الله يريد أن الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الله بيدك تخلص، خلص نفسك، خلص ضميرك، خلص عائلتك. رسالة الله لك الخلاص وليس القتل.
رسالة الله لك محبة وسلام وليس القتال. رسالة الله تعيش على الأرض بخير وصحة وسلامة فيما بعد ترث حياة أبدية مع الشهداء والقديسين. هذه رسالة الله الواضحة. الله ما بيقدر يستحق ويقتل آخرين. أنت ما تستطيع تقاتل أصلاً. أنت ضعيف. دولك بسياسين بكبرهم هم بس بالمنصات وبالميكروفونات يصوتوا عليكم. هم بنفسهم لا يستطيعون. أي دولة من الدول تستطيع توجه صواريخ على إسرائيل تضرب إسرائيل اليوم؟ أو أي دولة تانية تضرب أمريكا وغيرها؟ ما يستطيعون. بس الكلام. إذن ضعفاء لا تستطيعون تصرخوا لي. إذن محمد ما أمركم، هذه ليست رسالة الله. لو كانت رسالة الله، الله يستطيع يتخلص منهم ويخلصكم. والله هو مش عايز يخلصكم، هو عايز يخليكم في حرب حتى ما تموتوا. أرجوكم تفكروا يا أخواني وأخواتي، نحن بالغنات الآرامية مش ضدكم، أنا مقدمكم هذه الرسائل بين الحين والآخر، نقدمكم على الحلقات وهذه العناوين لكي تفكرون بالموضوع. كل هذه المواضيع اللي نتقدم على القناه الاراميه توصل لك رساله واضحه ان القران، السنه، محمد ليس نبي من الله. هذه الكتب ليست كتب الهيه اطلاقا وابدا. ابعد عنها وعيش بخير وصحه وسلامه. احنا ما نكرهك، نريد لك نريد لك الخير، نريدك تعيش بخير وصحه وسلامه وتعرف الله وتلتصق بالله. وبينك وبين الله هذا بعد امرك، بينك وبين الله علاقتك الخاصه بالله، احنا ما ندعو به. بس المهم أنك تخلص نفسك. ما زلتم لحد الآن للأسف الشديد تدافعون عن الدين. وش بغى بالدين تدافعون عنه؟ شو بغى بالإسلام تدافعون عنه؟ شو اللي بغى غير الغتل وغير سفك الدم وغير احتلال البلاد وغير خطف البنات وغير قتل الأطفال؟ شعدكم مش باغي؟ بالعراق مليون أرملة، ما تستحون على أنفسكم؟ إحصائيات للدولة تقول خلفت الحرب، الحروب ما بين العراق وإيران وما بين دخول أمريكا وما بين داعش وما بين غيرها، خلفت مليون أرملة، مليون، يعني مليون رجل مات من ذاك الوقت لحد اليوم. بسبب إيش؟ بسبب الإسلام، بسبب الدين. هاي النساء ما عندهم عيش يأكلون، ما عندها زوجها، أرملة عاشت مع زوجها 4-5 سنين وتوفى زوجها، بعد ما حد يزوجها هي مظالة، هي وأطفال، أطفالهم يتامى. سوريا العدد الله أعلم، سوريا ماكو إحصائيات، أعتقد كل الشعب، أعتقد كل سوريا صار أرامل ويتامى، لأن سوريا حرب. شفت صار اليمن، دولكم واحد يقتل الثاني من 1400 سنة، مسلم يقتل مسلم على رسالة أنتم جبتوها مش فاهمينها، لا أنتم فاهمينها، لا المفسرين فاهمينها، لا العلماء فاهمينها، لا الإسلام اللي بعث لكم فاهمه، يبعث رسالة وبعدين يبعث رسالة ينسخب ثاني، وبعدين يحط آية وبعدين ينسخب ثاني، ومش عارف يهملها إزاي. وانتم ماشيين بها وما زلتم دافعون على هذا في قنوات يا جناب الغسيل، فتحون دافع عن الدين، دين الله الحق ودين الله. وين دين الله الحق؟ منين جبتوا انتم؟ فين؟ من اي مكان تمسك؟ يعني شو هو؟ ما بي غير القتل وغير سفك الدماء وغير الاغتصاب واللي موجود عندكم بالبلاد. يرحمكم الله، ما بعرف شغلكم صدقوني. المهم تترك هذا الدين وتؤمن بالانجيل او تقرا الانجيل، رجاء أقرأ الكتاب المقدس، أقرأ لكي تعرف الفرق، لكي تعرف رسالة الله الحقيقية. ماذا يريد منك الله؟ الله بعت لك رسالة خاصة اللي هي موجودة في الكتاب المقدس. أقرأ الكتاب لكي تكتشف ماذا يريد منك الله، كما أنا والآخرين الكثيرين جدا على قناة العرامية اكتشفنا الحقيقة وعرفنا الإله الحقيقي. والرب يبارك حياتكم جميعا. ميوت جناب الغسل. شكرا كريم، الرب يباركك. يعني رسالة رائعة. الفكرة يعني الأخ كريم نموذج مش للشخص اللي مجرد حد ترك دين ودخل في دين، لا، شخص بحث، كان بيبحث عن رسالة روحية تشفي فعلا قلبه. وعلى فكرة يعني واحدة من المعجزات الرائعة في الشفاء هو شفاء القلب. شفاء الصدر مش بالقتل، لكن بشخص ربنا يسوع المسيح اللي بذل نفسه فدية عن كثيرين. ويمكن حاجة من الحاجات اللي يعني شدتني ويعني حاجة لها قيمة رائعة، لما الأخ كريم جرى المزمور حتى من غير ما يعرف إن هدي كلام الكتاب المقدس، مزمور 86، لقى فيه رسالة روحية. وعلى فكرة دي قوة كلمة الله، يعني أنت لما تقرأ كلمة الله تشعر أن ده رسالة من الله، تشعر أن إله الحياة بيتكلم.
ويمكن الأخ كريم هو بيتكلم كمان، اتكلم على فكرة حتى لما ترك الإسلام كان لسه عنده متجذر في فكرة المسيحيين واليهود النصارى واليهود دول أعداء الله رغم أنه ترك الإسلام، لأن ده مغروس جوه بيحتاج وقت عشان يتشال. يتشال بإزاي؟ يتشال بأنك لما تيجي تحط مكانه فكرة حب الحياة، نمرة واحد. نمرة اتنين، حب الناس. وإحنا أنا عندي مثال واضح جدا جدا. الرسول بولس قبل ما يبقى الرسول بولس كان اسمه شاول. لو جرينا في أعمال الرسل السبعة لما كانوا بيحاكموا استفانوس في نهاية الأصحاح وبداية الأصحاح الثامن بيقول وكان شاول راضيا بقتله. أصحاح تسعة بنلاقي أن الرب تقابل مع شاول في طريقه لدمشق. رايح تعمل إيه دمشق يا شاول؟ رايح يقتل أتباع المسيح. كان رايح ياخد تصريح من الكهنة وكان بيظن أنه هو بيعمل كده يقدم خدمة لله. في اختبار شاول قال عملته في جهل في عدم إيمان، أنا ما كنتش عارف، لكن لما تقابل معاه المسيح اتغير شاول من
كتابية بتقول هذا الكلام، وفي أيضا موضوع أنا مريت به شخصيا، يعني أنا مريت به شخصيا من خلال طبعا انت تختار الدعم يطلع لك مثلا من يقول لك بصمة في هذه الخدمة، ولو مبلغ قليل جدا جدا، أي مبلغ. المبلغ القليل لا نستهين به إخواني. مادة كبيرة، تيد كتب، تيد نوبل، تيد كتب كثيرة لكي توصلها إلى إيران وتبعث منها، يعني توصل كلمة الرب غير البرامج. يعني كل كتاب نهديه إلى إيران. أنا عندي كتاب هنا واحد ممكن أوريكم إياه باللغة الفارسية أيضا. هذا كتاب نبذة بسيطة، هو بالفارسي، هو بشرح الإنجيل، يشرح لك الإنجيل كيف تقرأ الإنجيل، من تقرأ الإنجيل، ورسائل به. وكتاب يعني يبدأ بإنجيل يوحنا، هنا مكتوب لكم بالأول إنجيل يوحنا البداية، ويعرف لك ما هو الإنجيل، من هو يوحنا. هذه الفكرة. هذا الكتاب يطبع بالمكتبة، هذا يعني الخدمة الكنيسة عملت هذا الكتاب. هذا الكتاب كيف تعيش مع العائلة وكيف تعيش ما بعرف إيش وهاي الأمور. يعني هذا الكتاب مش من عندنا، مش من إنتاجنا إحنا، بس إنتاج كنيسة ثانية. بس الكنيسة طلبنا منهم سمحوا، قالوا إذا تبيعون تبعتون لنا لإيران إحنا ما عندنا مشكلة. هو باللغة الفارسية، هذا إنجيل يوحنا بالكامل، هذا الكتاب باللغة الفارسية. هذا الكتاب بيكلف $6، 6 دولارات أمريكية، 4 يورو. هو يطبع في أوروبا بالمعملة باليورو أو العملة باليورو، بيصير ب4 يورو تقريبا، 4 يورو. هذا الكتاب كل ما نطبع كتب من عندهم نكتب هنا على الصفحة الأولى، في صفحة هم خلينا عندنا بيضاء، يعني نكتب بها هنا تحت بالتعريف، نكتب هذا الكتاب مهدى من قناة الآرامية، وهذا رقم التواصل اللي هو موجود على الواتساب، تقدر تكلمنا على الواتساب ونبعث هذه الكتب إلى إيران. ومن خلال يعني في طريق التواصل بين إيران وبين تركيا، تروح الكنيسة التركية، والكنيسة التركية تبكت هذه الكتب كلها جعبة وتوصلها إلى إيران. ما أحكي لكم التفاصيل عشان لا يكون يعني الطريق مسدود فيما بعد، يعني فالرب طيب، يعني توصل الكتب إلى إيران. وهذه الكتب هي ما تبين كتب مسيحية، يعني هاي الكتب أي واحد يعطي بالباص ولا هاي ما يبين، بين جريدة، بين جريدة، ما يبين كتاب مسيحي، حتى صور بي، حتى فلان بي، حتى ملون كمان ما يبين كتاب مسيحي. بس هو أول ما تفتح الصفحة مكتوب هذا كتاب مسيحي، والمسيحية هكذا، وشرح المسيحية وغيرها وفلان، وبعدين كتب مقدسة، كتاب مقدس أيضا بعهد القديم والجديد أيضا نوصل. أرفع الفكرة شو هي فكرة، في أخ أو أخت ما أعرف الشخص مين، لأن خدام كثيرين عندنا بإيران يوزعون هاي الكتب، والكتب هم ما يضيفون عليها أي شيء، هو الكتاب نفسه والرقم عليه موجود، رقم الآرامية
ما يبعثون عليه، ما يزودون ارقامهم، لانهم داخل ايران بيخافون يعني ما يعملون ايش، هم بس يوزعون. اي واحد يقعد معاي يقول احنا عندي كتاب مسيحي ممكن اهديه لك تقرا، كتاب رائع جدا قريته وحلو، يقول تفضل اعطيني بلاش مجاني يعطي، يوزعون هاي الكتب. تواصلت معنا اخت، مرحبا كيفكم اخباركم، انا من ايران من اصفهان، انا وسهلا بك. تكلمنا معها وفلانه، كيف عرفت رقمنا؟ قالت مكتوب على الكتاب. قلت لها اي كتاب؟ قالت هذا الكتاب. صورت لي وصوره على الواتساب ودت لها، هذا الكتاب مكتوب عليه رقمكم. انت اعطيتني اياه بالمترو. قلت لها والله انا ماني بايران يا عمي، انا سنين طويله بايران وما ركبت مترو ايران من زمان، انا ما كنت بايران ما كان مترو اصلا. فانا ماني بايران، اللي اعطوك اياه اخوه اخرين، مش مشكله مين اعطاك الكتاب، شو تريد؟ قالت اريدك اعرف المسيحيه، قريت امور حلوه جدا على المسيحيه. كيف اعرف؟ كيف فلان؟ كيف ما بعرف ايش؟ وبالاخير يعني اختبارها طويل، عرفت على العرميه من قبل، صلينا معها. امنت هي وزوجها وبنتها وابنها، يعني العائله كلهم امنوا. وبعدين قلت لهم الاراميه غناتنا فلان مكان، شاهدوا غناتنا، شاهدوا برامجنا، لاعتكم بالسنه وفلان وتلمذوا وتعلموا كل شيء، نشكر رب، عائله مؤمنين جدا جدا جدا. تعرفون كم التكلفه كانت؟ $6. عائله كامله جت للمسيح، كتاب واحد. فلا تستهين بالمبلغ. لا تقول $10 ما بيسوون شيء. هم بايدي وايدك ما بيسوون شيء صح 100%. بايدي وايدك تروح تشرب لهم كافيه اعتقد او شاي من القهوه. بس تروح تاخذ لك فنجان قهوه $6-7 وخلصت راحت، هذا اللي يسوونه. بس بايد الرب يصير كثير جدا 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 عندما نضع الثقه بيد الرب. اذا ثقتي انا ادعم هاي $10 لقناه الاراميه وثقتي في الرب ان الرب يستخدم هذه $10 في المكان المناسب، كون متاكد ان الرب راح يستخدمه في مكان مناسب. الطرق الله عجيبه. لو انا بدي اتكلم مع عائله، اولا اتصل معهم وبعدين اوضح لهم، اول بدي شهر بحوارات معهم، ثانيا اتصالات بتكلف، ثالثا يؤمنون ما يؤمنون، هذا كتاب وصلهم $6 امنوا. مش معناته اشتريناهم بفلوس $6، لا، احنا ما اعطيناهم فلوس، اعطيناهم كتاب، والكتاب هو هديه مجانيه، بس المطبعه تاخذ $6 حق الحبر والورق بس. هي مجاني الكتاب. الكتاب اللي الف الكتاب لم ياخذ فلوس. المؤلف لا، حتى مش كاتب اسمه. مش كاتب اسمه اني هذا انا بسوي الكتاب، هو مش الفه، هو اخذها من الانجيل يعني، كل ايات من الانجيل اصحاح باصحاح يجمعهم يعني. بس اللي جمع الكتاب وجمع هذه الفكره واكتشف اسرار الله، اكتشف علاقتك مع العائله، اكتشف كيف تربي اولادك، اكتشف ما بعرف ايش، هاي كلها. اكتشف كيف مثلا تعرف تتواصل مع الاخرين، اكتشف كيف تحب الناس، وهذه حتى صور بي مع العائله ومع الاطفال، كتاب يعني رائع جدا انا بقرا بي دائما، وهو كتاب بسيط يعني. اسم الكتاب اكتشافات من الكتاب المقدس، هيك اسمه بالفارسي مكتوب. اكتشافات من الكتاب المقدس. حتى المؤلف ما اخذ عليه فلوس الرجال. ولا كاتب اسمه اصلا كمان. هو حق الطبعه بس، لما قلنا له قال انا البي دي اف موجود، بس اعطوهم رقم البي دي اف المطبعه، اعطانا رقم المطبعه، اتصلوا بهم اعطوهم رقم البي دي اف، قول لهم اطبعوا لي كتاب هيك بهيك شكل بهيك، هاي هم يطبعوا لك هذا الكتاب نفسه. احنا جربنا اول 10 خاف ما يطبعون نفسه، طبعوا نفس الكتاب. بعدين طبعنا 1000 و2003 وصارت كتب كثيره ووزعناها. وما زلنا مستمرين في هذا الموضوع. وهذا لقناه الاراميه، قناه الاراميه عندها تطبيق توصل الى كل ايران وافغانستان بلغتهم الفارسيه، وهو اسمه كتاب كتروني وصل للبيوت، وهذا الكتاب ايضا بيكلف الاراميه تقريبا $6-7 يعني كل كتاب يعني. فالدعم مهم جدا اخواني واخواتي، احنا ما نعرف، الرب يعرف، الرب يعرف الطريقه اللي يوصل بها الكتاب، ويعرف الطريقه اللي يوصل بها الكتاب للمكان المناسب. بالمترو الست كانت ركبت المترو، مش صدفه بنفس الساعه الاخ المبشر ما اعرف اسمه مين، لان عندنا عده ناس توزع كتب، واللي وزع كتاب ما اعرفه حتى لما تساله، تعطيت مترو؟ قال انا ركبت مترو. اعطيت مين؟ قال ما بعرف، كل من قعدت يمه وتكلمت معه اعطيته، وزعت كتب وطلعت، حتى هو مش عارف مين. بس الرب عارف الام راح تركب في الوقت المعين للمترو، هاي الست تركب في الوقت المعين، والمبشر يكون في نفس الوقت موجود بالمترو. والمبشر يكون عندك كتب، مش كل وقت عندك كتب، هو الكتب هاي حسب التبرع يعني، حسب تبرعكم توصل، مش كل وقت موجوده كتب، بعض الاشهر نوزع، بعض الاشهر منقطع ما نوزع كتب. شوف كان عندك كتاب وكان موجود وهي كانت موجوده بنفس المترو بنفس الطريقه، اعطاها الكتاب وكيف امنت وسلمت حياتها للمسيح. الموضوع مش صدفه، مش مره ومرتين وثلاثه، لا، الموضوع في تدبير الهي. فالمبلغ القليل اللي نضعه في قناه الاراميه في تدبير الهي. لما الداعي نغرب الكتاب بالكتاب المقدس. تعرفون الطفل اعتقد اللي غلى المسيح انا معي سمكتين
وخمس خبزات وسمكتين. هو خلي يوزعهم في الهواء. يعني هو الطفل طلعهم من كيسه ويوزعهم، ما يدي يعطيهم المسيح. شو بيعمل؟ يعطيهم لخمس اشخاص بس، خمس خبزات والسمكتين اللي باغيين يتعرفون عليهم تقريبا. ما بيعملون حاجه، حتى ولو كلهم ممكن ما يشبع بهم. بس بايد الرب ماذا عملوا؟ لما قال تفضل يا سيد دولي بايدي، هو عارف، شاف العدد، عارف ما بيصير. انا بتكلم معكم على ايران 80 مليون، مش ممكن، لا انت ولا انا ولا كلنا، لو جمعنا ما نقدر. بس بيد الرب يختلف الموضوع 100%. قدمهم بيد الرب. الرب شو اللي عمل؟ اعطى كل الناس، واللي زاد اكثر من اللي اكلوه. والمعجزه عندكم موجوده مكرره 4 مرات في 4 بشارات، كررها الكتاب 4 مرات لكي نقراها جيد. في بيد الرب موضوع مختلف جدا. فلا دعمك للاراميه، ليش نقول لك مهم باي مبلغ الرب تضعه؟ نحن واثقين المبلغ اللي تضعه مش لخاطر كريم دعمته، ولا لخاطر غستابت، ولا لخاطر أحد من شخص الآرامية. أنت دعمت هذا المبلغ لكي تدعم رسالة المسيح. تدعمت هذا المبلغ التبرعت به هو اللي من خلال الآرامية، هي رسالة المسيح. أنا أدعم هذه الرسالة وأدعم هذه الرسالية، والرب يستخدم هذا المبلغ. فادخلوا على الموقع أخواني وأخواتي اللي موجود على الشاشة، كلنا خلونا نتبرع بجد، يعني حتى لو مرة واحدة بالحياة. احنا مش نشحت منكم على فكرة، هي مش شحت، احنا ما بنتكلم على الموضوع ابدا، احنا بنتكلم موضوع رسالة المسيح لازم تدعم، لازم توصل حتى لو مرة واحدة. ندخل على الموقع اللي يطلع على الشاشة www.give.com، والموقع سهل بسيط يعني باللغة العربية، يطلع لك، اذا عملت عربي يعني يطلع لك كم تدعم، 5 دولار. كيف تدعمهم؟ مرة واحدة بالحياة، اسمك الكامل، ايميلك، ما بعرف ايش، هاي تكتب ممكن تفاصيلك، وتفاصيلك طبعا شيء امان 100%، لان اللغات العربية غنات مسيحية، هي تكرز بالإنجيل، تأكد إذا أعطيت رقمك وإيميلك ما حد راح يضايقك ويتصل بيك، وهذه الأمور كل متأكد منها. فرجاء خلونا كلنا ندعم هذه الرسالية وندعم هذه القناة، لكي الرب يعرف أن قلوبنا كلها على الخدمة، ويعرف أن شهوة قلبنا توصل رسالتنا إلى الآخرين، ويعرف أن الآخرين يؤمنون ويأتون للرب يسوع المسيح. واختبارات الآرامية كثير، عندها حلقات للاختبارات، أخوة وأخوات عرفوا الرب يسوع المسيح من أين؟ من خلال دعمكم وصلواتكم. فدعمكم مهم جدا، صلواتكم من خلال لغنات الآرامية والخدام الآرامية أيضا مهم، مهم جدا جدا جدا. الرب يبارك حياتكم، يعطيكم الصحة والسلامة. تفضل جناب الغسة، طولت عليك. شكرا أخ كريم، الرب يباركك والرب يستخدمك. بالعكس ده كان مهم جدا جدا أنك أنت توضح الفكرة وأهمية المبلغ، مهما كان أنت شايفه قليل، أهميته في إيد الرب إزاي بيعمل. يمكن واحدة من الحاجات انك انت لو تبرعت ب10 دولار بس، دول هيوصلوا 3 كتب مقدسة من خلال اللينك او من خلال السيم كارد. يعني فأي تبرع هيجي هتوصل الرسالة بطريقة او باخرى، وتكون شريك معنا في الخدمة. شكرا اخ كريم، الرب يباركك. انا اعتقد ان احنا كده وصلنا لختام الحلقة، فانت اختم لنا الحلقة كمان بالصلاة. أمين. يا رب يسوع المسيح، كم نشكرك ونباركك يا رب، نشكرك أنك خدتنا في هذه الحلقة يا رب. نسلم أيضا قناة الآرامية وخدام قناة الآرامية والأخوة المشاهدين والمشاهدات يا رب يسوع المسيح بين يديك. أرجوك يا رب يسوع المسيح تسمج حولهم يا رب، وتسدد كل احتياج يا رب. أرجوك يا رب يسوع المسيح بارك كل شخص موجود معنا، وبارك أيضا كل شخص يدعم هذه الخدمة ويساهم في هذه الخدمة. أرجوك يا رب يسوع المسيح الحلقات القادمة أيضا نسلمها بين يديك، أنك تقودنا وتتكلم على ألسنتنا يا رب، لكي نوصل هذه الرسالة بكل شفافية وأمانة، ولك كل الكرامة والمجد. آمين آمين آمين. شكرا أخ كريم، الرب يباركك. بشكر كل اللي كانوا موجودين معنا، سواء كانوا بيكبسوا أو تعليقات، الرب يبارككم ويستخدمكم، ودايما نلتقي بكم في كل أسبوع من برنامج ما بين الشريعة والنعمة مع الأخ كريم. رب يبارككم، وكمان نصلي ونستمر في الصلاة من أجل قناة الآرامية. إلى اللقاء، ورب يديكم أسبوع مبارك وويك إند مبارك. رب معكم.